بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. كنا وقفنا في الجزء الأول من الدرس الأول عند اكتشاف تومسون للكاثود ريز، وكنا قلنا properties of cathode rays they consist of very fine negatively charged particles وسميناها الالكترونز. يبقى قلنا ان الريز دي اللي طالعه من الكاثود متجهة نحو الانود مكونة من الكترونز، الأشعة دي عبارة عن الكترونز بتتحرك، وقلنا they move in straight line بتتحرك في خط مستقيم. وفي الفيديو اللي شفنا بيه التجربة بشكل عملي شفنا فعلا الأشعة دي بتتحرك في خط مستقيم، وشفنا كمان ان they have a thermal effect و they are affected by both electric and magnetic field، زي ما شفنا ايضا في الفيديو السابق التجربة العملية اللي تم فيها استخدام مغناطيس علشان يعمل انحناء لمسار الأشعة. وقلنا ان they don't differ either in behavior or in nature if the material of the cathode or the used gas is changed، يعني ما بيختلفش هذا الشعاع لا في السلوك بتاعه ولا في طبيعته سواء غيرنا الكاثود او غيرنا الغاز الموجود جوه، تمام؟ فبتفضل نفس الكاثود ري موجودة. وقلنا ان ده يعتبر strong evidence that the particles are fundamental constituent in any matter، يبقى ده كان دليل قوي على ان الالكترونز موجودة كمكون اساسي في اي مادة، تمام؟ وهيكون مفيد انكم تعرفوا معلومة صغيرة مش هتاخد مننا وقت لكن مفيدة في تخيلكم لأهمية المادة العلمية اللي انتوا بتدرسوها. الكاثود ري ده استخدم في صناعة التلفزيون، والاختراع ده يبين لكم ان المواد العلمية اللي بتدرسوها ما هياش مواد نظرية بدون فايدة. المواد دي والمعلومات اللي بتدرسوها هي الاساس اللي استخدمها العلماء في عمل اختراعات انتوا بتستخدموها كل يوم. يمكن بعضكم شاف الموديل القديم جدا للتلفزيونات، كان بيكون تلفزيون حجمه ضخم كبير كده والشاشة واخدة حيز كبير جدا وفي جزء ضخم في مكونات جوه التلفزيون. التلفزيون ده اول ما بدأ كان الشاشة بتطلع صورة ابيض واسود فقط، مفيش اي الوان، وبعد كده مع التحديث ابتدى ينتج التلفزيونات الملونة، وطبعا حديثا ابتدت اصلا ما تبقاش الشاشة والبوكس بتاع الصندوق كبير جدا كده، اصبحت الشاشات الحديثة اللي كلنا بنستخدمها في البيت. فلو شفنا الفيديو ده مخطط للتلفزيون، دي شاشة التلفزيون من جوه، وفي هنا جزء انتوا شايفينه عامل زي القمع كبير جدا، تخيلوا ان ده كاثود ري طالع. الجزء اللي عامل زي القمع الكبير ده في شعاع منطلق منه من طرفه وبيخبط في الشاشة من الداخل. المفاجأة اللي انتوا هتعرفوها ان الشعاع ده عبارة عن كاثود ري. فلو شفنا هنا الفكرة الرئيسية ان لما بيغير الكهرباء شدة الكهرباء اللي داخلة للجهاز بيتغير البرايتنس بتاع الشعاع، شدة الإضاءة بتاعة الشعاع، فبيبتدي يسقط بشدة كبيرة أو بشدة ضعيفة جدا على الشاشة. الشاشة دي كمان من جوه بيحصل لها توهج لما يسقط عليها الكاثود ري، تمام؟ فهو لما يقلل الشدة بيبقى التوهج بتاعها قليل، لما يزود الشدة بتاعة الكهرباء بيسقط شعاع إضاءته عالية فهي بتتوهج هي كمان بإضاءة عالية. فإذا لما يسقط الشعاع على الشاشة كل ما يخفض ويعلي يخفض ويعلي بيقدر يكون نقطة هنا كأنها بتنور وتطفي على الشاشة، تمام؟ طيب ازاي الصورة هتظهر على الشاشة كلها؟ لازم يبتدي يحرك الشعاع ده على الشاشة كلها عشان تبتدي أجزاء من الشاشة تبقى منورة بقوة كلون أبيض وأجزاء تانية تبقى منورة بضعف كأنها أقرب للأسود، فتبتدي تظهر صورة ملونة على الشاشة بالأبيض والأسود. هو استخدم أيضا تجربة تومسون في تحريك الشعاع ده على الشاشة، فعمل إيه؟ جاب مغناطيس يتحرك بشكل رأسي، تمام، عشان يحمي الشعاع، زي ما تومسون قال لنا إن الشعاع ده بينحني ومغناطيس آخر بيتحرك بشكل أفقي عشان يقدر يمرر الشعاع على كل أجزاء الشاشة فتظهر صورة كاملة على الشاشة. كمان هو استخدم فكرة تانية إن بدل المغناطيس يقدر يستخدم كويل كهربي، تمام، يعني يقدر يستخدم تيار كهربي ففي جزء موجب وجزء سالب، يعني هينحني برضو الشعاع، ومع تحريك الكويلز دي بشكل أفقي وبشكل رأسي، دي الملفات الكويلز بيحركها فبينحني الشعاع أفقيا ورأسيا، تمام،
بنفس الطريقة فيقدر يكون صورة كاملة على الشاشة، تمام. لكن بعد كده حصل تحديث للتلفزيونات، وبعد ما كانت كلها ابيض واسود ابتدت تظهر تلفزيونات ملونة. وطبعا اي اختراع بيكون فيه دمج لكتير من العلوم مع بعض، فهتلاقوا طبعا انكم درستوا في الفيزياء موجات الراديو، والانتنة بتاع التلفزيون بياخد الموجات دي بيوصلها لجهاز بيعمل ديكودينج، فك للشفرة بتاعت الامواج دي وبيدخلها على جهاز تاني بيحلل الموجة لألوان رئيسية ثلاثة، هي الأحمر والأخضر والأزرق، ومن دمج نسب مختلفة من الألوان دي بتظهر لنا كل درجات الألوان الأخرى. بنفس الفكرة بيسقط الشعاع اللي فيه دمج للثلاث ألوان دول مع بعض بنسب مختلفة، فتبتدي تظهر على الشاشة إضاءة بدرجات لون مختلفة غير الأبيض والأسود، وبالتالي ظهرت الشاشات الملونة. ولأن السرعة بتاعت الشعاع عالية جدا، احنا بنتكلم عن الالكترونات بتتحرك بسرعة فائقة، فبالتالي تكون الصورة على الشاشة ما بيكونش بشكل بطيء، بيكون بشكل سريع جدا، فبتقدر انك تشوف الشاشة كأنها لفيديو متحرك على الشاشة باستمرار. فده كان تطبيق بسيط وفكرة علمية بسيطة، فده كان اختراع ممتاز قام على فكرة علمية بسيطة انتوا درستوها حالا، هي الكاثود راي اللي اكتشفه تومسون والخواص بتاعته، تمام. فاحنا لما بندرس حاجة ونشوف تطبيق عملي ليها بنفهم قد ايه الحاجة اللي احنا بندرسها مهمة. دايما قضي وقتك في معرفة حاجة اضافية عن المعلومات اللي انت بتدرسها، لما تذاكر حاجة مفيدة وتدور على معلومة مفيدة، المعلومة الرئيسية اللي في الكتاب اللي هتمتحن فيها ان شاء الله بتثبت في ذهنك. لو قضيت وقت فراغك في حاجات تافهة، المعلومة اللي انت ذاكرتها في الكتاب هتنساها، هتروح من راسك. فدايما ما تقضيش وقت فراغك في حاجات تافهة، لان دي هتخليك تفقد المعلومة اللي انت فهمتها، تمام؟